الله رمضان كريم. سوف اشرح في هذه الدوره عن التعامل مع القواعد البيانات في الاي اس بي دوت نت. لذلك نبدا في بدايه مع ادوات القواعد البيانات. فكل ما سوف اغطيه في هذه الدوره هي هذه الادوات الموجوده هنا. فاول اداه سوف اتعامل معها هي SQL Data Source. قبل ان ابدا بالتعامل مع قواعد البيانات لابد ان انشئ في البدايه قاعده بيانات حتى اتعامل معها. لذلك افتح على SQL Server وانشئ، اضغط New Database وانشئ قاعده بيانات جديده اسميها Database Example. So واضغط حفظ. تاخذ وقتا طبعا. من هذه الداتابيس اكزامبل الخاصه بي فاين ذهب. هذه قاعده بيانات الخاصه بي التي عملتها الان. اذا هنا اذهب وانشا جدول من تيبلز. طبعا هنا قاعده بيانات تكون من عده جداول، فانا اتعامل مع جدول على حده. نبدا في الجدول الاول. ما ابدا في هذا الجدول هو اي دي او يوزر اي دي. نسوي مثال عمل جدول معين. يوزر اي دي نوع انتجر، يوزر نيم. دائما يفضل في قواعد بيانات في بدايه كل اول كلمه تكون كابيتال. يوزر نيم نكونها مثلا فيركار. ما نوع فيركار؟ بمعنى فيرابل متغير، يعني بمعنى لو قلت فيركار مثلا 25، فلو ادخل اليوزر 25 حرف فسوف يحصل يخزن لا 25 حرف في قاعده البيانات. لو ادخل اقل ادخل 20 سوف يخزن لا 20. يختلف على الكار. الكار اذا خزنت 25 حرف يدخل اليوزر 25 لا ياخذها 25، ياخذ يدخل اليوزر حرف واحد ياخذ من عنده 25. هناك اختلاف بين فيركار وانفيركار، ونفضل دائما استخدام انفيركار. لماذا؟ لان الفيركار هي لكل ديجيت ياخذ 8 بت، اما انفيركار ياخذ 16 بت لكل ديجيت. يعني يكون لك التعامل مع حقول اللغه العربيه. هنا يوزر نيم، وبنفس الشكل بالنسبه لانكار. انكار ايضا يكون مثلا لو كتبنا 10 انكار 10 سوف ياخذ 10 حروف. لو ادخلنا 5 حروف في انكار 10 ياخذ 10، ادخلنا 10 حروف في انكار 10 ياخذ 10. فناخذ انفيركار بمعنى متغير 16 بت بحجم متغير. يوزر نيم نقول له يوزر ايميل ممكن and ايميل عادة كله انجليزي، فنقول له فيرابل كار لانه كله يكون كله عادة يكون هو 8 بت في افري بت. هنا ايش اقول مثلا؟ اقول له أنا أكتفي بهذه الحقول الثلاثة، اسم الإيميل واسم الشخص. وهنا هذا لابد أن يكون في كل جدول عمود هو يكون هو مفتاح الجدول. أما يكون مفتاح رئيسي في جدول مفتاح ثاني، بما أن هذا الجدول أساسي فسوف يكون مفتاح رئيسي، فأقول له set primary key. هنا هذا الحق ما دام set primary key فهو ما يقبل النارز. أما نجعل اليوزر يدخل بيانات فيه وأن لا تتكرر يونيك، أو نحن نحدده تلقائيا من هنا، نقول له يابا هذا الحق هو as identification، بمعنى انه مقدار النكرمه بين جدول وجدول هو واحد، بمعنى هو تلقائيا سوف يحط يدخل بيانات في هذه كل ما اضيف حق اسم وايميل هو تلقائيا يعطيها رقم يونيك خاص بها. مقدار تغير بين حق والحق الواحد تستطيع ان تغيره مثلا الى 2 او 3، مثلا اول حق يكون تسلسله واحد بعده 4 وما شابه. نوت دوبليكيت انه ما يسمح تكرار الاي دي، بمعنى انت اذا مسحت السجل رقم 4 وتضاف سجل جديد ما يضيف لك رقم 4، يضيف لك رقم يونيك لكل سجل. لذلك احفظ التيبل واسوي اسمي admins. الان لو نجي للجدول، هذا الجدول admins لو عملنا view له ما بي اي بيانات. لو جيت اي اضيف له بيانات اقول له edit، اقول له يوزر نيم حسين، اضيف بيانات يدويا ايميل واضيف يوزر اخر والايميل. وكذلك استطيع ان اضيف
حقول أخرى، مثلا سالم إيميل واستمر بإضافة حقول. تستطيع أن تحذفها ديليت وتقول له حذف. الآن لو عملت فيو للبيانات سيلكت سيعرض لك فيو للبيانات. لو ترى لما تكتب سيلكت تلقائيا يعمل سيلكت للتيبلز، فيقول له سيلكت توب. توب بمعنى اختار فقط اول الف سجل، اختار اليوزر نيم ايميل باسورد من هذا التيبل، من هذا التيبل يوزر نيم. اذا اردت ان اضرب فقط اليوزر نيم والايميل ازيل اليوزر اي دي. الان اختار اسم قاعده البيانات اتعامل معها انا. ايش اسم قاعده البيانات مالتي؟ هي اكزامبل. اوه هذا خطا. الان عندي يوزر نيم ايميل. لو اريد ان اعرض كل البيانات نجمع خبرها تلقائيا عرض كل البيانات. فالسلكت عامل ان يكتب سلكت ثم الحقول الذي اريدها ثم فروم اسم التيبل الذي يخصني. استطيع ان اكتب فقط ادمنز اذا كان هنا مختار التيبل الذي اريده. جيد. طبعا هذا هو الدرس الاول في قواعد البيانات. نلتقي على بركة الله في الدرس